سكرولينج. لحظة أجين أجيك تطالع تحت. يلا اسمع ترى مو كل شيء بنحطه. و مرت التجارب الغرائب. لا لا لازم كل شيء كل شيء. لا 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 في اشياء في شغلة ثانية تصدق أنا الحين شو قاعد أفكر. لا 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 طبعا نحن الحين بدينا نحلق في اجواء دبي الجميله في سماها. لا لا ما تخوف والله اني حساسه انت حساسه. حياكم الله مشاهدينا، انا اليوم مع زميلتي ندى. وين؟ في اماره دبي، اماره العجائب والتجارب، حيث ان بنعيش تجربه فريده من نوعها. بس وين هذه التجربه يا ندى؟ صحيح يا سالم، اليوم نحن موجودين في المارينا بالتحديد، جايين نجرب نتغدى في مكان ولكن في السماء. تخيل يا سالم انك تتغدى في السماء. انا اللي اعرفه عنك ان من احد اكبر مخاوفك الارتفاعات. صحيح. فشو شعورك اليوم وانت بتتعشين ما بين السماء والارض؟ صراحة انا وايد اخاف من المرتفعات، هاي اول شيء بتحدى نفسي، قررت اني اتحدى نفسي بتجربة اليوم، وان شاء الله يا رب اني ما اخاف. وما ادري كيف بيكون شعوري وانا جالسة اتعشى فوق، صراحة ما ادري. شوفي يا ندى، اذا ما خفت اليوم من تجربة اليوم، العشاء او الغداء بيكون على حسابي انا. حلو. مشاهدينا خلكم ويانا بنشوف اليوم منو بيدفع، انا ولا ندى؟ اكسايتد وخايفة. بسم الله الله يستر. يلا تعال. طبعا مشاهدينا لحظات حاسمه قبل ان نصعد الى طاوله العشاء اليوم اللي بتكون معلقه في السماء. احس ان الخوف الحين زاد اكثر واكثر. انا قلت لك اذا انت ما تبين تدفعي لي انت بديتي تاثرين علي، لكن انا اذا قلت بعيش التجربه يعني بعيش التجربه. خلينا نراقب مشاهدينا شوي الطاوله اللي قاعد يجهزونها. اقول لك باي انا بروح. هذه الطاوله اللي هي بتكون معلقه على ارتفاع 50 متر في السماء. الحين أنا قاعدة أتحايل عليهم، عسى أنهم يخلوني أروح. لوس فورهم أنا فورمي لا أبى أتثبت. الحين ندى ما ترومين تراجعين الصراحة. يا رب داين. يعني الحين وقت المي هو الطباخ يسألني عن نوع المي اللي أفضله، ما يعرف إني ميتة خوف وبس أبى أخلص على خير. أني ما أعرف شو بشرب. في أوبشن في الكرسي إنه تقدر ترده ورا ولا تتمك يالس. لا لازم تروم تتحرك، يعني تقدر تشوف المدينة من جميع الجهات. يعني أنا ما أتخيل إني بلف صراحة. لا أنا شوفي أنا أقدر أسوي الشيء. والله والله العظيم إني بسويها. والله بسوي. 3 2 1 لا 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 طبعا نحن الحين بدينا نحلق. خوف لا لا ما تخوف والله اني حساسه انت حساسه. طبعا وين امسك انا اذا بدي امسك وين امسك؟ لا تمسكي. لحظه انا خفت قسما بالله. لا تخاف. اشرب ماي ماي شرب. انا ما بشرب شيء وايد يخوف. انا حاسه قلبي تحت وانا فوق والله اني احس. ندى ما شفت بس انسى. لا حاله انا قررت غيرت رايي وابى انزل تنزلوني. ايه في حاله واحده باراشوت. لا سالم سيريس الموضوع والله اني خايفه والله والله. طبعا يابونا ستارترز نبدا فيهن. واو واو والله واو. انا جدا مستانس بس منو اللي على عكسي؟ ندى. بس اقول لك شغله. قولي. دير بالك كرسيك يصب كرسي. لا شوفي الاجواء جميله، شوفي الغيم، شوفي عين دبي، يعني يعني شوفي وايد اشياء نستمتع فيها. بعدين ليش جايبين لك ورق عنب وانا لا؟ ليش يعني؟ ليش يعني؟ لانها خايفه يعني؟ ما تحداش التحدي انك تلفين الكرسي وطالعي. انا خفت والله العظيم يخوف بس حلو. لا 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 اقول لك فجاه احس انه لا في. ندى ندى صور ليش لا تخافين؟ شوفوا مشاهدينا طبعا والله العظيم الاجواء صح انها مرعبه قليلا لكن اجواء جميله. يبقى.
أنا سويت فيها القوي والبطل وعشت التجربة ورديت الكرسي على وراء. صح المناظر جميلة بس أنا ميت من الخوف. أبغى أطلع فوق مرة ثانية. طلع وين علي؟ اطلع فوق، اطلع فوق بسرعة بسرعة. هذه تجربتنا لليوم، بلادنا بلاد التجارب، ودبي مدينة العجائب، ونشوفكم أكيد بتجارب أخرى.